نعم جليل، صباح الخير لك ولكل مشاهدينا. إذن نتواجد صباحة اليوم بالضاحية الشمالية لمارسيليا، هذه الضاحية التي تم مؤخرا فتح مكتبين بهذه الضاحية، سجل بهما أكثر من 20,000 ناخب وناخبة. من المتوقع أن يلتحقوا تباعا بمكاتب ومراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. كما تشاهدون في هذه الصور، عملية الاقتراع بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم وهي متواصلة، توافد معتبر لأبناء جاليتنا المقيمون هنا ب لمارسيليا. كما أشرت أن هذه الضاحية وهذين هذين المكتبين سجل بهما أكثر من 20,000 ناخب وناخبة، من المتوقع أن يلتحقوا تباعا بمراكز التصويت. وما لمسناه من أفراد جاليتنا خلال تواجدنا معهم هو الحس الكبير بالمواطنة، وهم يؤدون هذا الواجب الانتخابي، وهو ما يزيد من شعورهم بالانتماء للجزائر. يؤدون هذا الواجب وكلهم ثقة بتحسين الوضع أو بتحسين الأوضاع جاليتنا في الخارج، بتعزيز المكاسب التي تحققت مؤخرا، إضافة إلى تعزيز المسار أو تثمين المسار الديمقراطي الذي انطلقت به الجزائر منذ سنوات. هي صور لجاليتنا وهي تؤدي واجبها الانتخابي الذي سيدوم 6 أيام، انطلق أمس ويدوم إلى غاية السبت المقبل. صور جميلة ترسمها جاليتنا وهي تؤدي هذا الواجب والحق في نفس الوقت. ومن المتوقع أيضا أن يلتحق شباب هذه الضاحية مساء باعتبار التزاماتهم المهنية. شباب تعج به الضاحية الشمالية هنا في مارسيليا، من المحتمل أن يلتحقوا مساء بمكاتب ومراكز الاقتراع. هذا ما لدينا جليل صباحة اليوم، ومن المنتظر أن نعود إليكم بروبورتاجات مفصلة في نشراتنا اللاحقة. عودة إليك جليل. إن شاء الله يونس لك حلديب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من مارسيليا بفرنسا. شكرا جزيلا لك على كل ما وفيتنا به من تفاصيل.